حلبجة تفتح شهية الأغذية والنواحي للمطالبة بالمحافظة، تل عفر تدخل على الخط، والفتلاوي تعلنها تفتت الدولة. كان توجه الدولة تفتيت المحافظات، فأنا مع أن تل عفر تكون محافظة وسوق الشيوخ محافظة والفلوجة محافظة. ماراثون الموازنة التشريعية يبدأ، البرلمان يحدد الأربعاء موعدا لقراءتها، والمالية النيابية تناقش بنود القانون مع عرابها. بعد إعلان خفض الإنتاج، الذهب الأسود يقفز 6%، وبغداد وأربيل يضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق نفطي كبير. تقرر منح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان. تنسيقية المحافظات تصوت على أولوية المتقاعدين بمشاريع الإسكان، والسوداني يوجه بإيلاء الأهمية لمبادرة ريادة. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بمحاسبة أسماء كبيرة من المتورطين في قضية سرقة القرن، وقال السوداني في لقاء متلفز أن التحدي الذي يواجه الدولة العراقية هو الفساد، وجزء أكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية. وردا على سؤال حول إذ ما كان يتوقع شيئا قريبا ضد أسماء كبرى، أجاب السوداني قائلا: نعم، توجد أسماء كبرى متهمة بسرقة القرن ويجب أن يحاسبوا، مشيرا إلى أن بعض المتورطين في صفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية وستتم الإطاحة بهم قريبا. رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل بعد أن أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. ومن جانبه أعلن مقرر مجلس النواب غريب عسكر إدراج فقرة تحويل مدينة تل عفر لمحافظة في جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة. في الأثناء أبدت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي اعتراضها الشديد على توجه الدولة إلى استحداث محافظات جديدة. الفتلاوي في مداخلة نيابية أشارت إلى أن هذا التوجه سيؤدي إلى تفتيت المحافظات، وقد يصل العراق إلى 50 محافظة. المادة 134 عندي اعتراض من حيث المبدأ. طبعا أنا مع النظام له دستور، النظام الداخلي نظام. أنا مع أن تكون حلبجة محافظة، مدينة منكوبة ظلمت من قبل النظام السابق، لكن سيادة الرئيس إذا كان توجه الدولة تفتيت المحافظات فأنا مع أن تل عفر تكون محافظة وسوق الشيوخ محافظة والفلوجة محافظة والكوفة محافظة وطويريج محافظة وسهل نينوى محافظة وسنجار محافظة إلى أن نوصل إلى عدد 50 محافظة إذا توجه الدولة تفتيت المحافظات. شكرا. شكرا. عقدت اللجنة المالية النيابية أول اجتماع لها لمناقشة مسودات الموازنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحضور وزيرة المالية. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي أن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزيرة المالية طيف سامي والكادر المتقدم بالوزارة، والذين قدموا شرحا مفصلا عن أبعاد الموازنة وبنودها ومبلغها الإجمالي وكيفية تسديد عجزها، مؤكدا أن من صلاحية مجلس النواب خفض العجز الحاصل في الموازنة. أعلن مجلس النواب تحديد بعد غد الأربعاء موعدا لقراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية. هذا وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت الجلسة المقبلة موعدا لقراءة قانون الموازنة. النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلوي أكد أن جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية. سيادة السادة النواب أعضاء اللجنة المالية، لقد تم إرسال الموازنة إلى اللجنة، الرجاء تهيئتها ولقراءتها في الجلسة القادمة في جدول أعمالنا.
برلمانية توزيع نسخ من الموازنة على النواب. ستضاف فقرة التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء. كان النصاب كامل عندنا 170 نائب، وأثناء قراءة القانون النصاب وصل عندنا 138، لذلك أجلناها على جلسة يوم الثلاثاء. ترفع الجلسة. نعود إلى ملف مطالبة الأقضية والنواحي بتحويلها إلى محافظات. نناقش هذا الموضوع أو الملف مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم الشماري. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك، حياك الله. لغط كبير أثره قانون تحويل مدينة حلبشة إلى محافظة، يعني في البداية نتحدث عن أثر هذا القانون، إن يعني إن تم بالفعل من ناحية إيجابية والسلبية. مساء الخير وشكرا على هذا اللقاء. طبعا ليس جديدا أن مسألة حلبشة أن تتحول إلى محافظة، كان مطالب كثيرة منذ سنوات طويلة على أن تتحول إلى محافظة، ولكن يعني التوافقات السياسية لم تؤدي إلى ما كان يصبو في تشكيل محافظة رابعة في إقليم كردستان. هناك من يعني يتفق على أن مدى مظلومية والكوارث الإنسانية التي تلقتها هذه المحافظة تستحق، أو هذه المنطقة حلبشة تستحق أن تكون محافظة، وهناك من يعترض على اعتبار أن السماح إلى حلبشة أن تكون محافظة هو السماح لبقية الأقضية والنواحي لتكوين محافظات، وبالتالي يكون هناك فوضى إدارية في إطار يعني الدولة العراقية الحالية. نعم. وبالتالي لابد أن تكون هناك حلول وسطية يكون على غرارها أن تتحول الأقضية والنواحي إلى محافظات حسب يعني أولويات وآليات يضعها مجلس النواب العراقي الموقر. نعم. طيب، بتحويل حلبشة إلى محافظة، والآن إدراج تحويل تل العفر أيضا وطوس خرماتو إلى محافظات، وربما مستقبلا ستطالب أقضيات سهل نينوى وسنجار والفلوجة بأن تكون محافظات، يعني أليس هذا التوجه سيؤدي إلى تقسيم العراق وتفتيته كما قالت النائب حنان الفتلاوي؟ لا، هذا التوجه سوف يؤدي إلى ترهل إداري كبير جدا. العراق لحد الآن هو يعاني من يعني بطالة مقنعة في إطار الوظيفة العراقية، والكل جناب التعلمين والسادة المشاهدين أن الكل يسعى إلى التوظيف، وبالتالي الرشاد الإدارية هو إيجاد طرق وآليات بالقطاع الخاص والقطاعات المختلطة والابتعاد عن القطاع الحكومي. عندما تتحول الأقضية والنواحي إلى محافظات سوف تحتاج إلى فرق عمل إدارية كبيرة، وبالتالي سوف تضطر الحكومات المحلية وحتى الحكومة الاتحادية إلى توظيف، وهذا طبعا مخالف إلى مسألة الإصلاح والتوجه في إطار تنشيط القطاع المختلط والقطاع الخاص. طيب، يعني ذكرت في أثناء كلامك أن هذا الأمر ما يؤدي إلى ترهل إداري. طيب، هو تحويل الأقضية والنواحي إلى محافظات هل بات يعتمد على مقياس المظلومية لهذه المناطق؟ يعني أليس من المفترض أن تكون هناك دراسة إدارية ومالية وفنية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات أو إدراج مثل هذه القوانين المهمة؟ هذا هو ما تكلمت به حقيقة، هذا المنطق الإداري والمنطق السياسي في إدارة الدولة، ولكن يعني ما أعرف أنا ماذا أقول إذا قلت أنه هناك اعتبارات سياسية والعاطفة السياسية في بعض الأحيان أيضا تدعو إلى تحويل بعض الأقضية والنواحي إلى محافظات. يعني تحول أي قضاء أو ناحية إلى محافظة هو يعتقد أن سوف تكون هناك جنة فردوس موجودة في هذه البقعة من الدولة العراقية، ولكن إذا تواجدت الخدمات والبنى التحتية للسكان أو المنطقة أنا أعتقد سوف يعني يكون هناك غض النظر عن مسألة التحول إلى محافظة. نعم. طيب، يعني بعد عام 2003 أثبتت مجالس المحافظات بعدم جدوتها، سواء كان بسبب بالمشروع ودوره بقانونها أو بسبب بالمنفذ والمتمثل بالمحافظ ومجلس المحافظة. طيب، لماذا هذا الإصرار اليوم والإصرار السياسي بالذات على إكثار عدد المحافظات وإخضاع هذا الملف للمزايدات السياسية؟
طبعا هو هناك نص دستوري في مسألة المجالس المحافظات والمحافظة، يعني ليست هي يعني مجال سياسي عراقي بقدر ما هو نص دستوري، وبالتالي التخلي عنه لابد أن يكون هناك تعديل في الدستور العراقي، ليس هو اختيار بإرادة سياسية لهذا الطرف أو ذاك، ولا حتى التوافق السياسي، على الرغم أنه آخر انتخابات لمجالس المحافظات كانت عام 2013، يعني قرابة العقد من الزمان 10 سنوات لم يتم هناك انتخابات في مجالس المحافظات، وهذا خرق دستوري كبير جدا. ولكن يعني مسألة التحول إلى جهاز إداري جديد يخدم أبناء المحافظة بكل تقسيماته الإدارية هو يحتاج إلى تعديل دستوري، وبالتالي المضي في إطار إدارة الدولة لبناء خدمات أو إيجاد خدمات أقرب إلى المواطن العراقي مهما كان. نعم. هذا المواطن العراقي في أي مكان من الأرض الوطن. نعم، الشكر الجزيل لأستاذ العلوم السياسية دكتور حازم الشمري، كنت معنا من بغداد، شكرا للمشاركة معنا بهذا الملف. في غضون ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ حصة إقليم كردستان من الموازنة 16 تريليون دينار، وذكرت اللجنة أن حصة الإقليم في الموازنة هي 12.67%، وأن اللجنة ستراجع إيرادات كردستان بالتفصيلات، مبينة أنها جادة في الإسراع بإنجاز الموازنة بشكل دقيق، والمراجعة ستقتصر على تقليل العجز، لافتة إلى أن تمرير الموازنة يحتاج إلى من شهر إلى 45 يوما. بعض الكتل السياسية ربطت تمرير الموازنة بقوانين أخرى خلال الاتفاق على تشكيل الحكومة، هذا ما أكده عضو مجلس النواب النائب ماجد الشنقالي بتصريح للرابعة، وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع بتمرير الموازنة، ولا سيما أنها ترتبط بحياة المواطنين. حقيقة هناك إرادة وهناك نية حقيقية، ولكن بعض الكتل أيضا لها مطالب تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري، أيضا على مجلس الوزراء أن يعمل على تطبيقها، وعلى الأخوة أيضا عدم ربط هذه المطالب بالموازنة، وأعتقد رئيس مجلس الوزراء مطالب بتطبيق الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري فيما يتعلق بمطالب الكتل السياسية الذي تم الاتفاق عليها حين تشكيل الحكومة، لأن بعض الكتل تتخوف بأنه بعد تمرير الموازنة يمكن أن لا تطبق الحكومة أي من التزاماتها. هذه الموازنة هذا يعتمد على اتفاق الكتل السياسية وعلى مدى رؤيتهم لبنود الموازنة، وأيضا على مدى ما سيكون الواقع عليه قريبا من واقع اقتصادي، أيضا أسعار النفط، الكثير من الأمور الأخرى. المهم أن تمرر الموازنة لصالح المواطن العراقي الذي ينتظر الموازنة، لأنها تتعلق بالتعيينات، بقوت المواطن، بمعيشته، بحياته، وهذا ما أوصلته الكتل السياسية المواطن إليه، لأن لو كان هناك اقتصاد حقيقي لما انتظر أحد الموازنة. في السياق، أكد النائب المستقل كاظم الطوكي أن رئيس الوزراء تعهد بالتواجد داخل مجلس النواب عند قراءة الموازنة من أجل إجابة عن أسئلة واستفسارات النواب، وقال الطوكي أن هناك إمكانية لتمرير الموازنة العامة خلال شهر رمضان، خصوصا أن هناك تحركات حثيثة ومطالبات بأن يتم إنجازها داخل البرلمان ومن ثم المضي بتشريعها، لافتا إلى أن السوداني قد أكد أنه حصل على موافقة جميع الكتل السياسية على بنود الموازنة وفقرتها قبل أن يرسلها إلى مجلس النواب. هذا وكانت الحكومة قد أكدت استعداد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الحضور إلى البرلمان للإجابة على كل الأسئلة الخاصة بمشروع الموازنة. الحكومة في بيان دعت النواب ورئاسة المجلس والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسم المشروع لارتباطه بملفات أساسية كمشاريع الكهرباء وشح المياه والمفسوخة عقودهم وتوفير الآلاف فرص للعمل من خلال المشاريع الجديدة، مضيفة أن من الضروري بقاء الموازنة بالشكل الذي بنيت عليه كونها على قناعة تامة بالأسس التي قامت عليها.
بينما يرى برلمانيون ضرورة الإسراع في تشريع قانون الموازنة الاتحادية، يؤكد آخرون وجود العديد من المشاكل الفنية في مسودة الموازنة الثلاثية. أكثر من 10 أيام على إرسالها من قبل الحكومة ومسودة موازنة العام الحالي لم تخرج من رئاسة البرلمان وتسلم إلى اللجنة المالية لقراءتها ودراسة جميع تفصيلاتها قبل عرضها للمناقشة والتصويت بأسرع توقيت متاح لعقد الجلسات. عندما تم إرسالها من قبل مجلس الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس النواب لم تعرضها على القراءة الأولى إلى الآن. هنالك أعتقد قضايا سياسية مرتبطة بهذا الموضوع وقضايا اقتصادية. القضايا الاقتصادية باعتبار أنه اللجنة المالية في وزارة المالية في مجلس النواب لم تعرض عليه، لكن هنالك ملاحظات على هذه الموازنة، وهذه الملاحظات يجب أن تعرض بالقراءة الأولى. الأحزاب السياسية كانت متفقة بالإجماع على فقرات مسودة الموازنة قبل إيصالها إلى البرلمان وتبرير عدم تحديد موعد لطرح قانون الموازنة في جدول أعمال جلسات البرلمان يعزوه متابعون لانشغال الحلفاء في تحالف إدارة الدولة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تمرير لقوانين على حساب أخرى. إقرار الموازنة مقترن بإقرار قوانين أخرى من ضمنها قانون العفو العام وحصة إقليم كردستان وعودة البيشمركة إلى كركوك. كل هذا متركب على موضوع الموازنة. للأسف الشديد لم نرى جدية في مجلس النواب لإقرار الموازنة. المشاكل الفنية والمالية إن كانت موجودة في مشروع قانون الموازنة قد تأخذ وقتا للتعديل والصياغة من جديد، وهذا ما لا يرضاه الكثير من النواب الذين يعولون على أهمية تقليل الوقت في تمرير موازنة ينتظرها الجميع. الأسباب الخلافية بين الكتل السياسية على بنود موازنة العام الحالي هي التي أخرت من عملية خروج مشروع القانون من الرئاسة إلى أعضاء المجلس لدراسته وتمريره بأقصر وقت ممكن. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. ملف الموازنة نناقشه مع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام الذي يشاركنا بنشرتنا من البصرة عبر سكايب. أهلا بك معنا. نعم، حياك الله، إن كنت تسمعني. أهلا وسهلا حضرتك وللمشاهدين. حياك الله. الربع الأول من السنة المالية ينتهي وما زالت الموازنة تراوح مكانها داخل أروقات مجلس النواب. يعني في بداية الحديث نتحدث عن الآثار والتبعات التي قد يسببها تأخر إقرار الموازنة حتى الآن. شكرا جزيلا. يعني بديهيا أكيد يعني تأخير الموازنة هو تأخير المشاريع التي سوف تقر في هذه الموازنة. يعني اليوم الكتاب الصادر من رئاسة البرلمان إلى اللجنة المالية حدد يوم الأربعاء بعد يوم غد في الساعة 9 مساء القراءة الأولى ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب. نأمل أن لا تتأخر الموازنة بشكل أكبر، ولكن هناك أنباء تشير إلى أن الموازنة ربما تتأخر إلى أكثر من 45 يوم، وهذا معناه أن الموازنة سوف تقر في نهاية الشهر المقبل، بمعنى بدء التنفيذ سوف يكون في الشهر السادس في حزيران، وهذا أكيد يعني بديهيا يمثل تأخير كبير للمشاريع، لا سيما أن معظم المشاريع المقررة في هذه الموازنة كما هو معلوم هي مشاريع تتعلق بالخدمات، بالكهرباء، بالماء، بخدمات المجاري وغيرها، خدمات تمس المواطنين. هذا بطبيعة الحال يقود إلى تأخير في مستوى المشاريع في مستوى إنجازها، وبالتالي ربما يقود إلى تلكؤ بسبب يعني انتهاء نصف المدة الزمنية للموازنة، وهذا بحد ذاته التأخير نفسه ممكن أن يعتبر هدر اقتصادي، بحيث يعني لا يمكن تنفيذ الموازنة بشكلها الصحيح، لا سيما مع قصر المدة الزمنية للمشاريع المقررة في الموازنة. طيب، يعني أنت حددت ربما تكتمل الموازنة خلال الشهر السادس. لو مضينا بالخطوات التي تتبعها الحكومة ومجلس النواب أثناء إقرار الموازنة، يعني اليوم مجلس النواب أشار إلى أن الجلسة المقبلة ستكون القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، وربما قد يعاد إلى الحكومة،
وبعدها أيضا العجز المالي في الموازنة ربما سيكون هناك أيضا إعادة إلى الحكومة، يعني هذه العملية برأيك كم ستأخذ وقت خصوصا مع الأوضاع السياسية داخل مجلس النواب؟ هذه العملية ترتبط بمستوى التفاهمات يعني ما بين الكتل السياسية وما بين الأحزاب نفسها، يعني ربما سوف تكون هناك يكون هناك جدل وخلافات حول بعض البنود، ربما سوف تكون هناك طلبات بمناقلة بعض البنود أو تخفيف من بعض البنود. ما هو متوقع أيضا ربما سوف يكون أيضا هناك اعتراض على حصة إقليم كردستان التي تقدر بما يقارب 16 تريليون دينار عراقي. كل ذلك إذا حصل أكيد هذا بحد ذاته يمثل تأخير أكبر إذا استمر هذا الجدل. أما إذا كانت هناك تفاهمات يعني من المتوقع أن تكتمل الموازنة وأقرار الموازنة خلال شهر. نعم، طيب لو ذهبنا إلى خيار أو تم إقرار الموازنة، برأيك أيهما أقرب الخيارات، أن يتم إقرار الموازنة الثلاثية داخل مجلس النواب العراقي أو اعتماد موازنة العام الواحد؟ عمليا هو إقرار لموازنة العام الواحد، يعني حاليا ما هو موجود من بنود وتقدير للنفقات للإيرادات والنفقات المالية هو للعام 2023، ولكن ما حدد للسنوات 2024 و2025 هو فقط بمثابة خطة مالية أو بمثابة مسودة موازنة قابلة للتعديل، وهذا ما أعلن عنه مسبقا، يعني اليوم لا تمثل، صحيح يطلق عليها موازنة لثلاث سنوات، ولكن الإقرار الفعلي والحقيقي سوف يكون لموازنة العام 2023 بحيث سوف يصبح قانون نافذ، ولكن 2024-2025 سوف تكون خاضعة للتعديلات بحسب ظروف وتغيرات أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المتأتية منها. إذن عمليا نحن أمام موازنة واحدة وللعامين كما ذكرت هي مسودات فقط أو خطة مالية مسبقة ممكن أن تختصر الوقت في المستقبل وممكن أن تكون خاضعة للتعديل حسب ظروف الاقتصاد العراقي المتأثر بالمتغيرات الدولية بكل تأكيد. نعم، شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الصدام، كنت معنا عبر سكايب من البصرة. كشف النائب المستقل مصطفى سند عن صدارة حجاج الكواليس على مجريات العمل السياسي والتحكم بالقوى الكبيرة أفق تعبيره. سند خلال استضافته ببرنامج حق الرد مع غزوان جاسم أشار إلى أن المبالغ الممنوحة من الحكومة لإقليم كردستان تم إيقافها وسيتم استرداد المبالغ الأخيرة المدفوعة لها وفق قانون الموازنة. 10% ما أثر، ما أقول لك 1%، 10% زين إذا أوصل، لأن أكو هواي حجاج بالخفاء. أنت ما تشوف هذا فلان، فلان يم فلان وفلان وفلان، ذول هم المؤثرين، كل واحد من الاحزاب موجودين. كل واحد من الاحزاب موجودين، فئه 4-5 هم ذول يقودون هاي الكتله. انا ايش قد تاثيري بهاي الكتله؟ لا شفنا انا اعلامي وصوت عالي والناس تعرفني، ترى التاثير الحقيقي هم ذول الناس المخفيين. هم اللي جاي يقودون البلد. حولت 3 تريليون من منحه الى قرض. الى دين على حكومه الاقليم كردستان، واليوم هاي ورقه رابحه بيد الحكومه، صح العالم ما تشوفها، انت اليوم مثل ما تطلب، انت فلوس ما بجيبك بس تطلب، هاي فرق، تفاوض عليهم، تعطي مهله، تسوي ما ادري شنو، هاي تستخدمها بالتفاوض السياسي، اذا كان المفاوض السياسي الشيعي قوي ويفهم، اذا كان يفهم يلعب بالتفاوض مثل ما يلعبون المفاوضين السنه والاكراد. زين. انا حولت اضافه وقفت المنح الجديده، انا وقفت كان مفترض 200 مليار تتحول للإقليم كل شهر، ما تحولت، تحولت فقط 400 وقرض من التي بي اي ولي مره واحده. هاي فلوس لا مو فلوس؟ يعني الشهر الجاي ما راح يحولون؟ تيت حتى بالموازنه مذكوره مره واحده. سند كشف ايضا عن كواليس جلسه البرلمان الخاصه بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات، لافتا الى ان الكتل الكبيره اتفقت مسبقا على تمرير القانون قبل انعقاد الجلسه. يعني انتم مستقل كلكم كنتم حاضرين؟ لا حضره واحد اثنين يمكن. حضروا مؤيدين لو بالضد؟ ما اعرف والله. يعني من عدا هذا ابو صفاره وما ادري شنو. لا اكو حضروا وبقوا قاعدين. انت هربت من المواجهه. ما هربت سياسيا تريد عبالك توقع الجلسه. لا انا محاوله لكسر النصاب مثل ما كل مره نجحنا بها مرتين احنا. اي كسرنا النصاب. لا ما نجحتوا، هم كان بيناتهم خلافات. لا لا واحده معتين حسبوا لكم اياها. لا واحده معتين، لا واحده معتين النصاب 165 ما صار. نصاب احنا كسرناه. زين. ما كانوا مستعدين. ثاني هم شدونا حزام.
ظلوا قاعدين لستة الصبح. ايه تعجبت والله العظيم انا ما همشيت موجود حدا اخر شيء طلعت الساعه 12 بالليل قلت ارفع لكم القبعه يا نعستوا يا نواب الاحزاب ارفع لكم القبعه أيه؟ وكم قاعدين من الصبح والجلسه قالوا لنا هسه ب 11 الصبح يلا تاجلت ل 12 يلا الوحده يلا وجرت ل 6 الصبح جرت ل 4 الصبح بقت ل 6 الصبح عندهم اراده اكثر منك قاعدين عبالك جهاد عندهم اي طبعا جهاد لان الحزب الديمقراطي عنده موقف والاحزاب الاخرى عندها مواقف فقط انا جلسه كنت موجود بيها وطلعت هاي جلسه بعد انا بعت لها شو النيه واضحه خربانه النيه واضحه على انه يمر فانا علي ما احضر ما ابي عداله واحد ياخذ 15000 ما يفوز واحد ياخذ 2000 يفوز قانون ساتليكو صحيح ولا مو صحيح أوكي. فيطلع لي واحد ما حد رايده جابه بعشيرته بفلوسه ما ادري شنو ويجيب واحد ناس رايده 15000 رايدي 20000 رايدي ما يصعد اضافه الى انه انا اعتقد راح يسيء للعمليه الانتخابيه قانون ساتليكو فازت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية بأكثر من 6% بعد ساعات من إعلان أعضاء في تحالف أوبك بلاس عن خفض طوعي في الإنتاج. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 81 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل. هذا وكان السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر قد أعلنوا في وقت سابق عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا. هذا وأعلنت وزارة النفط تفاصيل تخفيض إنتاج النفط الطوعي مع مجموعة من الدول المنتجة للنفط. وقالت الوزارة في بيان أنها قررت خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل حتى نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن القرار جاء بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق. وأضافت أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط. ارتفعت إيرادات العراق النفطية لشهر آذار الماضي لتصل إلى 7 مليارات دولار فاصل 4. وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة النفط أن مجموعة الإيرادات النفطية لشهر آذار ارتفعت بنسبة 4.56% لتصل إلى 7 مليارات دولار فاصل 4 على أساس شهري، مقارنة بشهر شباط التي بلغت فيها الإيرادات 7 مليارات دولار فاصل 81 من الألف. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة الصادرات النفطية لشهر آذار والتي بلغت 100,913,027 برميلا. أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طلباني أن الأوان قد حان لقيام شركة سومو ببيع نفط كردستان، وصفا إياها بالقرار الصحيح لحل المشاكل العالقة. طلباني في بيان أوضح أنه وبعد القرار الدولي بشأن صادرات الأقليم يجب العمل المشترك مع بغداد لمنع حدوث المشكلات والأزمات الكبيرة، داعيا لأن تدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة. أكدت وزارة النفط حرص حكومة بغداد على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر. الوزارة في بيان قالت أن الحكومة رعت المرونة المطلوبة للمضي قدما نحو تحقيق هدف استئناف التصدير وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، معربة عن أملها الاستفادة من الأجواء الإيجابية والتفاهمات الثنائية
في التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبا. تواصل أسعار صرف الدولار انخفاضها أمام الدينار في بورصات بغداد والمحافظات، وذكر مراسل رابعة أن أسعار البيع سجلت 149 ألف دينار لكل 100 دولار في الأسواق المحلية، فيما أشار إلى أن أسعار الشراء اختلفت بين 148 ألفا و 148 ألفا و500 دينار لكل 100 دولار. منذ ساعات الصباح الأولى وطوابير المواطنين تطول أمام منفذ استبدال العملة، أما الأسباب فتعزوها الجهات المعنية إلى الإجراءات الروتينية للمنصة الإلكترونية. لم تكن هذه المشاهد مألوفة قبل أشهر من الآن، فطوابير الانتظار أمام منافذ استبدال العملة ما هي إلا نتاج لأزمة الدولار وارتفاعه بالسوق الموازي. هشام أحد أمثلة الانتظار لهذه الأزمة بعد أن جاء في الساعة الخامسة صباحا على أمل إتمام إجراءات التحويل. ليش أرخص شيء هو البشر، المواطن خاصة المواطن العراقي ما يحترمه، يعني بربك هسه احنا من الخمسة هسه هاي كل هالوجوه من الخمسة قاعدين هنا، يجي شخص هنا بالسيارة يطبق قبضات واحنا قاعدين من الخمسة سبع ساعة، هسه حاليا ب 12 ولحد ما داخلين. والله انت شوف شوفت عينك هالشباب والعالم كلها متغرين على مود مصرف على أزمة الدولار، معاملاتنا كلها كاملة، هاي جوازاتنا بس منتظرين بس نصرف طيارة ما تنجاز الثلاثة قبل ما نطير. معارف وبفلوس من جوا جوا، وهذا شغل الدولار كله من صعد لهسه وصارت هاي الأزمة، صار الشغل كله من جوا جوا، أما المصارف بيناتهم والشركات بيناتهم واحد يبيع للثاني. طوابير تعزو الجهات المعنية تفاقمها إلى إجراءات المنصة التي فرضتها سياسة البنك المركزي في التعامل مع المسافرين واستلام الحوالة الخارجية، فضلا عن مشاكل توقف نظام المنصة الذي تسبب أيضا بتوقف إجراءات التدقيق في هذه المؤسسات. أكو نظام منصة هذا هسه بعد كل الدولية من يعني الشركات والمصارف تشتغل بهذا النظام، هذا النظام يعني مو ورقي يطول، المواطن ما يعرف شنو شلون السياقة، هذا يدخل نظام بعدين يدخل منصة، فاحنا نطلع نلقى المواطنين نسجل أساميهم من الصبح وندخل وجبة وجبة، كل وجبة هاي يعني تتأخر لها بالنص ساعة ثلاثة أربع ساعة، تعرف انت شغلة النت همينة مرات النت صافي مرات، بس احنا عندنا منصة قبل كم يوم بلغنا بها المركزي وقفت. وألقت مشكلة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بظلالها على الحركة الاقتصادية بشكل مباشر، وولدت مخاوف كبيرة لدى أغلب الشرائح بسبب هذا التذبذب. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. أعلن عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية أن أبو أحمد مجيد الشرماني إعفاء مدير مطار نجف الأشرف من منصبه، وأكد الشرماني أن البرلمان مستمر في متابعة ملفات الفساد في المطار وأنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين على حد قوله، مشيرا إلى أن سعي نواب المحافظة للإفادة من إيرادات المطار لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات والأعمار لمحافظة النجف. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ضرورة دعم السلطة القضائية لتنفيذ واجباتها وفق الدستور وبما يحقق إرادة الشعب وتطلعاته. بيان لرئاسة الجمهورية ذكر أن رشيد استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا سيما ما يتعلق بالقضاء وضرورة استقلاله. بدوره ثمن رئيس المحكمة الاتحادية العليا حرص رئيس الجمهورية على تطبيق الدستور وتثبيت سلطة القانون في البلاد. وجه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني المحافظين بإيلاء المزيد من الأهمية لمبادرة الريادة الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم. السوداني خلال ترأسه الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أصدر عددا من التوجيهات الخاصة بمعالجة مشكلة التجاوزات على مجاري الأنهر وفك الاختناقات المرورية. هذا وصوتت الهيئة على منح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان في المدن الجديدة بالمحافظات.
وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة السادة المحافظين بإيلاء الأهمية لمبادرة ريادة الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم، والتي باشرت الحكومة بتنفيذها الشهر الماضي استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الأولى للجنة العليا للمياه وما صدر عنها من توصيات. تقرر ما يأتي: أولاً، إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها وزارة الموارد المائية. اثنين، الالتزام بالخطة الزراعية وتوجيهات مجلس الوزراء والجهات القطاعية خلال الصيف، وبهدف تنفيذ خطة الحكومة الخاصة بتأهيل وصيانة الطرق، وبما يسهم في فك الاختناقات المرورية، تقرر قيام وزارة المالية بتقديم جداول بالمبالغ المرصودة في حساباتها والتي تتعلق بمبالغ رسوم صيانة الطرق والجسور في المحافظات. تقرر منح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان في المدن الجديدة بالمحافظات. أزمة جديدة بدأت ملامحها تظهر للساحة السياسية، تجسدت بين الأقطاب السنية على حد سواء، في ظل مخاوف من انعكاس هذه الأزمة على تمشية القوانين داخل مجلس النواب. انتهت أزمة الخلاف على تشكيل الحكومة ومضت بعد أشهر من الصراعات ما بين الكتل، لتتشكل أزمة جديدة ما بين أقطاب القيادات السنية على حد سواء. الأزمة بانت ملامحها بلقاءات الأطراف المتخالفة فيما بينها برئاسة الحكومة وحتى قيادات الكتل، أزمة قد تؤثر بشكل مباشر على عقد جلسات البرلمان لتمرير قوانين مهمة أبرزها قانون الموازنة. أي خلاف بين أي قطبين أو أي مركزين في القيادة، وخاصة في النظام البرلماني العراقي، النظام المتعدد الأقطاب، متعدد أصحاب القرار يكون متعددين، وبالتالي أي خلاف بين أي قطبين يؤثر بالنتيجة على مصالح الناس وتسيير أمورهم. بوادر الأزمة وحلولها تعلقت بتحرك رئيس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية لتقريب وجهات النظر بلقاءات مباشرة مع أقطاب النزاع، للوصول إلى نقطة تلاق من شأنها أن تلقي بتأثيرات إيجابية للابتعاد عن الوقوع بأزمة جديدة لها تماس مباشر بالواقع الاقتصادي. فإذا يجب أن نفكر قبل الخلافات السياسية بين أي طرف من الأطراف وطرف آخر، نفكر لازم بالاتفاقات اللي تخدم الاقتصاد واللي هي تنفعنا كأشخاص أو كمسؤولين كتل أو مسؤولين تيارات. لم تنتهي أزمات صراع الكتل السياسية التي تبحث كل منها عن مصالحها لتحقيق طموح ناخبيها أو الحصول على مناصب تمكنهم من فرض إرادتهم على جميع الأطراف. زيد الشهيب، رابعة، بابل. أعلنت مديرية الدفاع المدني إنقاذ عاملين بعد انهيار سقف مول قيد الإنشاء في الأنبار. وذكرت المديرية في بيان أن فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عاملين محتجزين تحت أطنان الخرسانة وقضبان التسليح نتيجة انهيار سقف أثناء عمليات الصب في الطابق الرابع لمول الرمادي الكبير بمحافظة الأنبار. يذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة تتعامل معه فرق الدفاع المدني، كان أولهما في منطقة زيون ببغداد داخل مول قيد الإنشاء، والثاني في محافظة الأنبار أيضا داخل مول قيد الإنشاء. أفاد مصدر أمني بتعرض معاون مدير بلدية العمارة إلى إطلاق نار مجهولة، وقال المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على المهندس علي حميد معاون مدير بلدية العمارة في منطقة حي الخليج وسط المدينة، وأصابوه بجروح بليغة ونقل على أثرها إلى المستشفى دون مزيد من التفاصيل.
واجهت قياده عمليات دياله ضربه نوعيه لشبكات المخدرات في الايام الماضيه. قائد العمليات اللواء الركن علي فاضل عمران قال ان الحرب على المخدرات جزء مهم من محاور خطة فرض القانون الجارية في ديالى منذ 3 أسابيع، مضيفا أن قيادته وجهت في 72 ساعة الماضية ضربة نوعية لشبكات المخدرات من طريق كمين أطاح بتاجر مهم سيتم إعلان تفاصيل العملية قريبا، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير من أجل تعقب أي شبكة تروج لهذه السموم البشرية في أي منطقة ضمن حدود ديالى. أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة افتتاح مبانٍ ومحاكم جديدة، إذ تسهم هذه الخطوة في سرعة إنجاز معاملات المواطنين المدنية وحسم الدعاوى المعروضة أمام القضاء. هذه الأبنية هي ضمن خطة مجلس القضاء الأعلى للارتقاء بأبنية المحاكم، وبعد ذلك إن شاء الله بوقت قريب سوف أيضا نفتتح محاكم بداية الزبير والإمام الصادق وأسيبة. البناء على مساحة 3 طوابق، لكل طابق 1000 متر مربع، إضافة إلى الأبنية اللوجستية الأخرى. أيضا يتم اليوم افتتاح مجمع محاكم التحقيق على مساحة 2226 متر ب 36 غرفة خاص بمحاكم التحقيق في هذه البناية. أيضا هناك مشاريع مستقبلية لدينا، محكمة دار القضاء في السيبة بنسبة إنجاز 75%، ودار القضاء في الزبير بنسبة إنجاز 90%، ودار القضاء في ناحية الإمام الصادق بنسبة إنجاز 80%. الفكرة أنه أن يكون هنالك يعني محاكم نموذجية، هذه المحاكم تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين سواء أثناء مراجعتهم لهذه المحاكم أو استاد القضاة لغرض يعني أداء عملهم بشكل سليم وصحيح. تتجاوز أعداد العمالة الأجنبية في العراق 1 مليون شخص، في وقت يشكو غالبية الشباب لا سيما في ميسان من عدم توفر فرص عمل لهم بسبب مخالفة الشركات النفطية لشروط العقد الموقع مع الدول. العمالة الأجنبية في البلاد، حضور النفاق من أزمة البطالة بين أوساط الشباب، لا سيما بعد أن كشفت الإحصائيات شبه رسمية عن تجاوز عددهم 1 مليون شخص. هنا في محافظة ميسان يوجد الثقل الأكبر للأيادي الأجنبية بعد أن عمدت الشركات العامة في استثمار نفط على استقطابهم، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على شباب المحافظة. تم الحديث اليوم ومناقشة موضوع تشغيل العمالة الأجنبية في محافظة ميسان، خاصة العمالة مع الشركات النفطية. الحقيقة نسب التشغيل الموجودة حاليا والمقدمة من قبل الجهات الرسمية لا يمكن الركون إليها، الإحصائيات لا أعتقد أنها دقيقة، خاصة من ناحية النوعية وليست من ناحية العدد فقط. من ناحية النوعية أقصد بها يعني نوع العنصر العامل والمسؤول عن المهام. تتحدث هذه الحلقة الحوارية حول أعداد العمالة الأجنبية في الشركات النفطية ومخالفتها للأعداد اللي مقرة في العقود الاستثمارية، بحيث نرى هنالك أعداد كبيرة من العاملين الأجانب وبالنسبة للعاملين العراقيين. ويمثل استقطاب اليد العاملة الأجنبية دون من المحلية واحدة من أبرز المخالفات القانونية للعقود الاستثمارية، والتي تشترط ببنود أن تكون نسبة العاملين العراقيين في هذا القطاع نحو 80%، إلا أن غياب الرقابة ساعد في الإخلال بهذه الشروط. هنالك استغلال، هنالك عدم تطبيق بنود العقد. من ضمن بنود العقد بالتراخيص المفروض الحال اليد العاملة حاليا 80% من أبناء العراق يعني وأبناء المناطق السكنية. حاليا العدد أخي يعني حوالي 50% وأكثر هم من خارج العراق، وجاي يأخذون رواتب كلش يعني عالية كلش، فبيها ظلم وإجحاف إنه. ويرى خبراء اقتصاد أن الدفع باليد العاملة المحلية في هذه الشركات سيساعد بشكل كبير في تنمية الحركة الاقتصادية، فضلا عن تقليل نسبة البطالة التي تنتشر بين الشباب. أنه يجب أن تكون هنالك وضوح في العقود، سواء كان الأهم هي عقود التراخيص النفطية التي اشترطت في البداية أن تكون العمالة العراقية 80% مقابل 20% عمالة أجنبية، أن تكون هنالك تحديد دقيق لهذا الأمر، لماذا 80% 20%؟
هنالك تحديد، إضافة إلى وجوب نقل الخبرة من العامل الأجنبي للعامل العراقي. جلسة حوارية لمناقشة العقود الاستثمارية في الحقول النفطية والغازية ونسبة لدى العاملة الأجنبية مقارنة بالعراقية. حمزة حسين، قناة الرابعة، ميسان. قبل الختام تذكير بأبرز ما ورد في النشرة. حلبشة تفتح شهية الأغذية والنواحي للمطالبة بالمحافظة. تل عفر تدخل على الخط والفتلاوي تعلنها تفتت الدولة. إذا كان توجه الدولة تفتيت المحافظات فأنا مع أن تل عفر تكون محافظة وسوق الشيوخ محافظة والفلوجة محافظة. ماراثون الموازنة التشريعية يبدأ. البرلمان يحدد الأربعاء موعدا لقراءتها، والمالية النيابية تناقش بنود القانون مع عرابها. بعد إعلان خفض الإنتاج، الذهب الأسود يقفز 6%، وبغداد وأربيل يضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق نفطي كبير. تقرر منح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان. تنسيقية المحافظات تصوت على أولوية المتقاعدين بمشاريع الإسكان، والسوداني يوجه إلى الأهمية لمبادرة ريادة. نشرة الظهيرة انتهت. لمتابعة المزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.